بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم وأحييكم. يسألونك عن الساعة، أخذت الفتن حيزا كثيرا من اهتمام الإسلام بها نظرا لكثرتها وتنوعها. حلقتنا لهذا العدد من يسألونك عن الساعة نفرد لها عنوانا: تعريفات وأنواع الفتن. كما نذكر في حلقتنا هذه صورا لهذه الفتن كما ذكرت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يتجدد لقاؤنا معكم مشاهدينا وبضيفنا الأستاذ محمد ضيف الذي نسعد باستضافته بعد هذا الفاصل. يسألونك عن الساعة. وسهلا أستاذ محمد ضيف، نسعد بك في هذا العدد. أهلا وسهلا أخي حمزة، ونجد سعيد بهذا اللقاء المتجدد في هذه السلسلة المباركة يسألونك عن الساعة. أسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول في ذلك إن شاء الله رب العالمين. انطلاقتنا في عدد اليوم الفتن تعريفات وأنواع. نبدأ بالتعريفات وبالمحددات. ما هي الفتن؟ بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، كلمة الفتنة تطلق على عدة معاني، منها الاختبار والامتحان والابتلاء. وقد وردت هذه الكلمة في كتاب الله تبارك وتعالى بعدة معاني. أطلقت الفتنة وأريد بها فتنة الأموال والأولاد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أيضا أطلقت في كتاب الله تبارك وتعالى وأريد بها الكفر، والفتنة أشد من القتل كما جاء في أي الذكر الحكيم. أيضا جاءت بمعنى الإحراق في قول الله جل وعلا: يوم هم على النار يفتنون. وأيضا جاءت بمعنى العذاب، أعاذنا الله وإياكم منه، ألا في الفتنة سقطوا، أي في العذاب سقطوا. ويقول الأزهري رحمه الله تعالى في كتابه في تهذيب اللغة: جماع معنى الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان، هذا هو أصلها. ولهذا تقول: فتنت الذهب والفضة إذا أحرقتهما وأذبتهما، لتكون النتيجة المراد من الفتنة من الابتلاء من الاختبار، وهو أن يميز الجيد من الرديء. وفي شرع الله تبارك وتعالى يميز المؤمن من غيره، ويميز الصادق من الكاذب. ويقول ابن حجر رحمه الله تعالى: أصل الفتنة الاختبار. ثم الاختبار في كل شيء، لأنه كما سيأتي معنا أن الفتنة تكون كما تكون بالشر تكون بالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه. فالاختبار والامتحان والابتلاء استعمل فيما أخرجته الفتنة والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت في استعمال الشرع وفي كلام العرب إلى كل مكروه أو آين إليه كالكفر والعياذ بالله، فإنه آين إلى المكروه، وهو عدم دخول من جاء به يوم القيامة إلى الجنة. فهذا معنى الفتنة في كلام العرب. أما الفتنة على ما اصطلح عليه أهل الاصطلاح هي الامتحان بشدائد التكليف، والابتلاء بألوان المصائب وسائر الأمور المكروهة،
وسيأتي معنا مزيد بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى فيما نستقبل من أنواعها وصور تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منها وأسباب النجاة منها بإذن الله تبارك وتعالى. هذا عن الفتنة لغة واصطلاحا، فماذا عن أنواع الفتن خاصة وأنها أخذت حيزا كبيرا واهتماما كبيرا؟ أنواع الفتنة على ما قرره العلماء على قسمين، ولعل المشاهد الكريم يتساءل ما علاقة أنواع الفتنة أو الفتن بأشراط الساعة؟ سنعرف هذا إن شاء الله بعدما أن نتحدث عن أنواع الفتن. فأول أنواع هذه الفتن هي فتنة الشبهات، وفتنة الشبهات لها عدة أسباب، منها قلة العلم وضعف البصيرة واتباع الهوى. هذه من الأسباب التي تنتج عنها فتنة الشبهات. وهذه فتنة الشبهات حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا على ما سيأتي، خاصة فيما يتعلق بالدماء. فنجد أن من فتنة الشبهات فتنة التكفير، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا كثيرا في قوله لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، وفي تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هذا حين نهى أن يقول الرجل لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما إن كانت صدقا فصدقا وإلا حارت عليه كما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتنة انقلاب الموازين في ما يأتي من السنوات الخداعات، يأتي على الناس يا زمان سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فالرجل التافه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحق له أن يتكلم في شأن نفسه فضلا على أن يتكلم في شأن العامة. أيضا من فتنة الشبهات دعاة على أبواب جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من بني جلدتنا يتكلمون لغتنا، من أطاعهم قذفوه في جهنم والعياذ بالله، لأنهم حاذوا عن السار. أما النوع الثاني من أنواع الفتن هو فتنة الشهوات كما قدمنا في قول الله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة المال، من فتنة النساء، وغيرها من الفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي له تعلق كبير بأشراط الساعة هو فتنة الشبهات، وإن كان فتنة الشهوات لها تعلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من بعض أشراط الساعة بعض الأمور التي لها تعلق بالشهوات. هنا يعني نجيب عن العلاقة، عن علاقة الفتن بأشراط الساعة. نعم، بأشراط الساعة، حتى نضع المشاهد في الصورة. نعم، هناك بعض الفتن هي من أشراط الساعة، كفتنة الهرج وهي كثرة القتل، وإن كانت هي فتنة في نفسها لكنها من أشراط الساعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا دعاة على أبواب جهنم كما ذكرنا هم من الفتن، لأن الإنسان يفتنونه عن دينه ويقع بهم الامتحان، لأنه من أطاعهم قذفوه فيها. وقد جاء أيضا عن الدجال أنه يأتي معه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة. هذه فتنة في أصل ذاتها، لكن لها تعلق بعلامات الساعة الكبرى، ألا وهو خروج الدجال. فبعض الفتن هي في أصلها شرط من أشراط الساعة. أستاذ محمد ضيف، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن، فهل بإمكانك أن تذكر لنا شيئا من صور هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذه الفتن؟ نعم أخي حمزة، أنت ذكرت في المقدمة أن هذه الفتن قد شغلت حيزا كبيرا من اهتمام الناس واهتمام الشريعة أيضا.
فقلما تجد كتابا من كتب السنة التي دونت السنة ودونت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم, إلا وتجد فيها باب للفتن. فعلى سبيل المثال إلى الحصر, كتاب البخاري رحمه الله تعالى, ألا وهو صحيح البخاري, ذكر من ضمن الكتب التي أوردها في كتابه كتاب الفتن, ثم قال باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة, ثم قال وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. فالتحذير من الفتن أصل شرعي وسنة من سنن النبي, من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن والاستعداد لها بالعلم والعمل والاجتهاد والبعد عنها. أيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن بالاستعاذة منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الفتن إما على جهة العموم, فيقول اللهم إني أعوذك من الفتن ما ظهر منها وما بطن, أو يستعيذ من فتن خاصة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيد بعد في التشهد الأخير, أن يستعيد الإنسان من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وفي فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أيضا من صور تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن بيان كثرتها وشمولها, وأنها ما تركت بيتا إلا ودخلت, وهذا يكون في آخر الزمان. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم, من كثرتها كأنها أظلم كل شيء فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البخاري ومسلم عن من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه, إني لأرى مواقع الفتن. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر, وشبه النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الفتن هنا بمواقع القطر لكثرته, فإن مطر إذا نزل فإنه كثير ويشمل مكانا واسعا. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن لكثرتها. أيضا مما حذر النبي صلى الله عليه وسلم, أو من صور تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن إذا ابتدأت و يعني إنقاصها هل لا تزيد, الصبر عند الفتنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ستلقوني بعد أثها, أي سيختص بعض الناس بالمال دون بعض, وهذا من أعظم الفتن. أنا لو نظرت إلى كثير من الفتن تجد أن الدنيا وراءها, وأعظم شيء في الدنيا الذي يتقاتل الناس عليه هو المال. فالصبر على الفتن, فاصبروا, قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه بعض الصور التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها, حذرنا من الفتن من خلالها. شكرا أستاذ محمد ضيف على هذه الإضاءات. شكرا جزيلا. شكرا حمزة. مشاهدينا الكرام, نبينا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يوصينا فيقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض. كانت إذن هذه وقفتنا في يسألونك عن الساعة مع موضوع الفتن تعريفات وأنواع, إلى أن نلقاكم في موعد آخر مع موضوع آخر من هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.